الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، ما بعد. فأيها الناس اتقوا الله تعالى. عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أولاً، النفس في القرآن. لقد وصف الله النفس في القرآن بثلاث صفات، وهي النفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء. قال تعالى في حق النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والنفس المطمئنة هي النفس التي اطمأنت بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم ورسولا. هي النفس التي اطمأنت إلى أمر الله ونهيه. هي النفس التي اطمأنت إلى وعد الله وخافت من وعيده. هي النفس التي اطمأنت بذكر الله وعبادته وعبوديته. هي النفس التي اشتاقت لربها جل وعلا. والنفس اللوامة هي النفس التي قال الله في حقها بل وأقسم بها في قوله سبحانه: فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير والشر، تلوم صاحبها على الخير لماذا لم تكثر منه، تلوم صاحبها على الشر لماذا وقعت فيه. قال الحسن رحمة الله عليه: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه في كل حالاته، أما الفاجر فإنه يمضي قريما لا يعاتب نفسه. فالمؤمن يحاسب نفسه ويعاتب نفسه، أما الفاجر فيرى نفسه في أعلى عليين وفي أكمل درجات التمام والكمال. أما النفس الأمارة بالسوء فهي التي قال الله فيها: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وهذه النفس هي التي تأمر صاحبها بالشر والمعصية دوما، وتريد أن تخرجه من طريق الهداية إلى طريق الغوايا والضلال. هذه النفس إن أهملها صاحبها وأهمل حسابها قادته إلى الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. وإن استعان بالله جل وعلا ووقف لها بالمرصاد وحاسبها محاسبة الشريك الشحيح قادته إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. محاسبة النفس، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. نعم أيها المسلمون، فالمسلم إذا حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه
وحاضر عند السؤال بين يدي الله جوابه. والمحاسبة نوعان: محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. محاسبة قبل العمل: لمن أعمل وكيف أعمل؟ لماذا عملت؟ لماذا تكلمت؟ لماذا صمت؟ لماذا أحببت؟ لماذا أبغضت؟ لماذا واليت؟ لماذا عاديت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا آتيت؟ لماذا رخلت؟ لماذا خرجت؟ هل تبتغي بعملك وجه الله؟ ثم هل كان عملك هذا موافقا حري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالسؤال الأول عن الإخلاص، والسؤال الثاني عن المتابعة. فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. والخالص هو ما ابتغيت به وجه الله، والصواب هو ما وافقت به حد الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحاسبة بعد العمل: إن المؤمن يشمر عن ساعد الجد والطاعة، فإن رأى نقصاً أتمه، وإن رأى قدمه قد زلت شحفر المعاصي وبرك الذنوب تاب وأناب إلى علام الغيوب. إذا رأى أنه مع الغافلين ومن الغافلين، تذكر رب العالمين وعاد إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يحاسب نفسه على كل شيء. يحاسب نفسه على ما تكلم به لسانه، أو مشت رجلاه، أو سمعت أذناه، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمؤمن الصادق هو الذي يحاسب نفسه على كل شيء. المؤمن الصادق دائما يهتم بنفسه، يهتم نفسه بالتقصير، ولا يرى للنفس فضلا ولا خيرا إلا برحمة الله. لا، الأخ المسلم الكريم، حاسب نفسك الآن وقل لها: يا نفس، إن العمر هو بضاعتك، فإن ضاع العمر فقد ضاع رأس المال ولن أربح أبدا. يا نفس، لقد أهملني الله في هذا اليوم الذي أحياه وأعيش فيه الآن، وإذا توفاني فربما تمنيت الرجعة لتعملي صالحا. فتوهم يا نفس أنك قد طلبت الرحمة من الله وأعاد الله جل وعلا، فلا تضيعي هذا اليوم وعملي صالحا قبل أن تقولي كما جاء في كتاب الله: رب ارجعوا لعلي عمل صالحا فيما تركت. فأتي الجواب: كلا، إنها كلمة قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويحاك يا نفس، إن كنت قد تجرت على معصية الله وأنت تعتقدين أن الله لا يراك، فما عظم كفرك بالله. ويحاك يا نفس، إن كنت قد تجرت على معصية الله مع علمك أن الله يراك، فما أشد وقحتك وأقل حياءك من الله. ويحاك يا نفس، هل تعرفين قدر نعمة الإسلام؟ هل عشت بالإسلام وبذلت للإسلام؟ هل أقمت التوحيد لله جل وعلا؟ هل استعنت بالله في كل أمر؟ هل أخلصت العبادة لله وحده؟ هل أذعنت لشرع الله وحده؟ هل حافظت على الصلاة؟ هل حافظت على صيام رمضان؟ هل حافظت على الزكاة والحج مع قدرتك؟ ويحاك يا نفس، إلى متى تعصين وعلى الله تجترئين؟ يا نفس، إن القبر بيتك، والتراب فراشك، والدود أنسك، والموت موعدك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ما بعد. فأيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. يزار يسمنت الله سبحانه وتعالى مجزات عبادة إن ديتنا يميلون نجر باجر بيون آيت النبرة عبادة يميبالو يا الله أن يسمى حق متبق هلوم يكاتة تندونا أسال فالنبرة زار يديمو كنفساتين غراق أمورو ما سبيميلون النال نفس الله سبحانه وتعالى بقرآن ديتا قصو سوستا ينتبهاري اللات الله سبحانه وتعالى بمتازز يا الله باري يا بمهون يا الله أن يسمع عكيت بكاش نفس نصف مطئنة بالله يركاش نفس مالتنا أنتي بالله سبحانه وتعالى بارن تازج هون يركاش هون نفس كبار وتشجارة جنة جبي يودرش ستوني يتودرش ستوني لا تلا الله سبحانه وتعالى كذا الله هدرج ليلو نفس مطمئن مالت بالله سبحانه وتعالى بجتنته بدين الإسلام بنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني أنا نبينا شو بلالك نفس مطمئنة تبلالك ليلو نفس مطمئنة متبالو يا الله أنت زاز متتعزز يهونك الله يكلكلون متكلكل يهونك يا الله تصفاك على جنة يقطر ونجر جنة على بلا متلف يهونك جهنم لا مسأنيا الله يزات بث إما يكرنا جنة بلا لا الله سبحانه وتعالى جسدش نفس مطمئنة تبلالك خلا تنيا نفس اللوامة تبلالي وقع شورش نفس مالتنا يشم ترو نفسنا الله سبحانه وتعالى بتنسى كأن ملاله لنا راسوام بمتوقس نفس ملاله لال يسولجي إما أن سوى سوى كم وتوهالا ما انكسر كسر مثل البو الله يملك باتل قري نفس اللوامة وقع شمالت من خير بركة شال يسرع شو خير سرع من دينه الله تكلكل ونقر تكلكل شال هل جزية من سرعش بلو راسون حساب ميارك يش نفس اللوامة تبالالي حسن البصري رحمة الله عليه ملالو مؤمن هل جزية نفس سواك سنو من وراء ملالو ملكام سرتو كونا يش من تارق اللي آسان نسشات اللي لان ليلا بلش نسرع شو يلان مطفى سرطا كونا الله ينجم بلشنو يهي كونا كافر نشانتي الله يشجن با الله لا يتديع فرشنا يلشو يهي ميكفان رقرنو بلو هل قزي مؤمن راسون حساب يارقا سلزي من يالن النفساتين حساب يادرقنا لنو سوستنو بمطفى يمتازيونش نفسنات إن النفس الأمارة بيسو بمطفى نقرنو نفس متازو الله عزنا سيكر سلزي نفسي ياشنن با الله سبحانه وتعالى لقوام كاليازنات اندي فلقش من نارقا كونا وريار يغان ويزان يمتهديو يشي نفس كل قزي انش ما كانش ولا يمان الليان انيات روسرتنا الليان من الكونا نفسي يا قس با قس كمس مرتوات عليك نفسي ياشنن ديوم يشن عالم ما شندي مستناب بتاتني علاقم أنت نفسي يجيت أسد أشجزي ورد ينات باغبا وكالتا تقم شديمو ورد كلالة ترفي اللهم كسر الله بلو راسم حساب مارقنا الله سبحانه وتعالى يمت ملكة ملال إن أنت مناشوهي الله انفرو نفس لنقى كموتش بحالا من اندياس كمت ايتم ملكة لال الله عمر بن خطاب رضي الله عنه من لالو إباكاشو راساشو نيساب أدرقو نفساتو الآخرة عزقاجو لالو لا تالاقو حساب زقجونو دبك يتبالو اللو ما يدبك باتيونا جيتا الله سبحانه وتعالى يزاقزي حساب الله عندن يومنا له حساب الله كتبالا يسوي له حساب الزقاجال سلزي إن يمشنو مزقاجو بلو راسون حساب يارقال ميمونو بلو ميران من لالو عندي باريا الله انفرينو تنكوكنو مبالو نفسن هلو جزي أشجاري هنا شرنا أشجاري هنا وادني أنا جاري أبروت كلا كلا تاتان دي كان جنزبين يكريان يالو برو بتأم تنك أكن نحسابن دي ميارك نفسي يان إن دي زاف حساب مارا قال له بهلال
مؤمن يونا سو هول جيزي اني سرهات النشنات يا اخرا اگر تلك نعما بزو يالو نو بلو راسون حساب يارغال لمانينياو محاسبه النفس تقرل سنارغو لولت يكفلال كما سراتو بفيت راسون حساب مارغ لمان نو مسراو ايتناغرو قالوت لمان نو يودرو قالوت لمان نو لا الله بيينو يطلعوت يالو لمان نو لزنو رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله ولا ودير لا الله ولا يطلع مؤمن مالت السنه يلال نبياتنا عليه الصلاه والسلام لمن دين يوطاوت لمن دين يغباوت لمن دين يتناغركوت لمن دين يادياملكوت يسماوت ايا انداندو نغر حساب مار ليلو يسراو سرا رسول صلى الله عليه وسلم بازوت مسرتنا يادركوت يمجمرو لمن دين يمسراو ميلو اخلاص نو የሁለተኛው የመትባዕ ነው ሁለቱ ነገሮች ከረሉ ሥራ ዋጋ የለውም ከሰራው በኋላ ደግሞ ይችማ ያአኸራ ጉዞ ረጅም ነው ኸይር ሰርቶ ከሆነ ትንሽ ናት ነገ መጨመር አለብሽ ይሄን ብቻ አይደለም አላህ ተቀብሎሽ ሆን ሁስነ ለኺታማ አላህ ይሰጥሽ ሆን በምን ይሆን ፍጻሜሽ እያንዳንዱን ሒሳብ የሚያረግ ነው ሙእሚን ማለት الله سبحانه وتعالى من قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا الى الله ما سمعتوا جوراتوا ما عيناتوا لباتوا ما سبعتوا الله زنديا نغبا اخرا تطياقي نو الى الله سبحانه وتعالى تككلنيا هنا مؤمن كل غزي راسون حساب يارغال من يال راساتين حساب يادرغنا يالنو بتلي የምንናገረው ነገርና የምናያቸው ነገሮች ራሳችን ሂሳብ ያደረግን ነው ከቀደም ተሰለፎች አንዲኛው አጂ ነብይ ሲት አይኔ አቸገረኝ አላቸው መዲያኒቱ ምን ይሻለኛል ሲል ይቺን ሲት ከማየት የበፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያየኛል ብለ ካልክ ወዲ እሷት መለከትም ማለት እንግዲህ ነፍስያችን በወንጀል ላይ عندما تقتل وري الله سبحانه وتعالى عندما تملس حساب ما رجاس فلقال لسلمنا من عبر كتشال بتلي لسلمنا آخر من عبر كتو قالو عنشي من سر تشنو من يحسن قدم شو نقر على بلو إيان ديان بيسو حساب ما رجاس فلقال بزبا دنيا لا انجري سو مسلوب آخرا كما فر الله يتبقى نفسيات چنن يهونا نقر ننقرات عنش نفسي አሁን ፎክ ተኖር ያለሽ አይደል ነገ ቤትሽ ቀብር ነው ምን ጣፈሽ ፍራሽሽ አፈር ነው ካንቺ ጋር የሚኖረው ትል ነው ሞት ቀጠሮሽ ነው መቼ እንደምትሄጂ አታውቂም ለጎረቤት መልካም ሆነሻል ለወላጆችሽ መልካም ሆነሻል ለአጠቃላይ ለኡማው ኸይር ሆነሻል ምንድነው ያደረግሽው ከፊት ለፊትሽ ሂሳብ አለ ከፊል ለፊት ሲራጥ አለ ከፊል ለፊት የሥራ መዝገብ ይሰጣል በቀኝ እጅሽ ሲሰጥሽ በግራ እጅሽ የምታጭው ነገር አለሽ አንኛው ከሰለፎች ከት ብሎ ሲስቃየው የሞትን ከላ አለፍክ እንዲያለው አረ ገና ነኝ ሲራጥን አለፍክ ከባልክ አረ ማቀው ነገር የለኝ ከሳነጻነ ተባልክ ማቀው ነገር የለም የጀነት ነ ተባልክ ማቀው ነገር የለም ይሄ ሁሉ መከራ አስቀምጠ ነው እንዴ ዝም ብትስቀዋለው ሙእሚን ሁሉ ጊዜ ራሱን ሂሳብ ያረጋል ሁላችንም ሂሳብ ልናረግ ይገባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሳቸውን ከመተሳሰቡ ሰዎች አላህ ያድርገን መጨረሻችንን አላህ ያሳምርልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አገራችንን ሰላም አላህ ያድርገው በአለም ላይ ሰላምን አላህ ያስፈንልን በዱንያ ሰው መስሎ በአኺራ ከማፈር አላህ ይጠብቀን على صلى وسلم على رسول الله كما امركم ربنا الله عز وجل عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، ووحي صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الحياة، ومن فتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.